مساء الفل. اللي بيتابعني على السوشيال ميديا بشكل عام هيعرف ان انا فيديوهاتي كلها بتكلم عن افلام ومسلسلات بحكم شغلي في الميديا، يعني بقى 10 سنين، وممكن شويه بتكلم على الكوره بما اني بشجع الاهلي وكده. لكن المره دي هتكلم عن الناس الانفلونسرز، الناس اللي عندها قنوات على اليوتيوب بالملايين المشاهدات والكلام ده كله. حتة ان انت تكون بتعمل كونتنت او بتعمل محتوى كويس او وحش، المهم بيجيب مشاهدات على اليوتيوب، ده مفيش فيه مشكلة، وده في العالم كله على فكرة، دي مش حاجة غلط. بس الفكرة كلها احنا بنستخدمه دايما غلط، وبنستخدمه في حتة تانية خالص. يعني ممكن نستخدمه في حياتنا الشخصية، ان احنا نبين حاجات خاصة، حاجات شخصية ما ينفعش تبان، لغرض ان احنا نجيب مشاهدات وان احنا نجيب فلوس. الكلام ده كله في العالم موجود، بس بيستخدموه ازاي؟ ممكن حد يعمل حاجة كوميدي مثلا، حاجة فاني، ممكن حد يعمل حاجة قبيحة، يعني ممكن حد يقدم محتوى قبيح، ممكن يقدم محتوى انت تستفاد بيه كمعلومات، كل ده موجود. لكن اللي احنا بنعمله، وانه في 2 كابلز دلوقتي اعتزلوا ورجعوا، الكلام ده انا يعني اول حاجة مفيش فيه اي حاجة مضحكة من اللي هما بيعملوه، يعني مش اي حاجة كوميدي من اللي هما بيعملوه يعني لذيذة. في ناس ممكن تسأل تقولك طب بيجيب مشاهدات ازاي؟ بيجيب مشاهدات عن طريق حاجة اسمها المشاهدات السلبية. السلبية اللي هو ايه؟ اللي هو انت حد زي الخليل كوميدي مثلا، حد مستفز جدا، بس انت بتخش تتفرج عشان تشتمه او عشان تقول ايه القرب. فانت انت مجرد ما بتخش انت بتعمل له بتدي له نسبة مشاهدة عالية. فالناس دي عايشة على الحاجات دي، وفي سبونسرز وفي ناس بتمولهم ومبالغ خرافية على فكرة، يعني مبالغ قوية جدا من الفيديوهات اللي بيعملوها اللي ممكن تكون ملهاش لازمة. زي بالظبط في حد تاني برضو طلع، يعني وصلت لمرحلة كمان خطرة جدا، يعني حتة ان حد يطلع يعلن الحاده على الهوى وبعديها بيومين يقولك لا انا كنت مش عارف ايه. نفس الكلام، وانا كتبت كومنت ان وقت ما قالوا احنا هنعتزل انا عارف ان بعديها بساعات هيقولوا لا، لان الحاجات دي ممنهجة، الحاجات دي بتكون مقصودة لجذب الانتباه والجذب المشاهدين اكتر وجذب ناس كتير يتعاطفوا وده قليل، او يهاجموا وده كتير، بس المهم يكون في اكشن. زي بالظبط لما انا بعمل فيديو بلاقي ديسلايك كتير قوي شتايم، في ناس تقول لي الشتايم دي او الناس اللي بتهاجمك، في ناس تانية مش بتهاجمك، فطالما نسبة المشاهدة عالية خلاص. فالفكرة كلها ان محتوى في الارض مفيش حاجة الواحد بيستفاد بيها، هما بيستفادوا مبالغ مهولة. اللي انا عايز اوصله بس ان لو حد عايز يعمل قناة على اليوتيوب او حد عايز يبتدي ما تيأس، كمل اعمل فيديو 2 و3، اهم حاجة يكون عندك محتوى كويس، محتوى محترم. مهما مش مهم تجيب مشاهدات، انا في فيديوهات ليه ما بتجيبش خالص مشاهدات، وفي فيديوهات جابت 2 مليون وتعمل لها بلوك مثلا، يعني عشان ايه؟ عشان الاسم مش عارف ايه، ما كانش في كوبي رايت، يعني ما كانش في حاجه ان هي تعمل منها عليها بلوك. بس ماشي، اي حد عايز يعمل اي حاجه اللي هو الفلوج فيديوهات دي، انا ما عنديش خبره قوي بالحاجات دي، عن حياته، عن معلومات، عن ايه اضرار الشيبسي، الحاجات دي حاجات دي حلوه جدا وبتجيب مشاهدات وبتجيب فلوس، بس على الاقل تكون معلومه صح. عايز تدي رايك في فيلم، قول مفيش مشكله وجرب مليون مره. عايز تتكلم في الكوره عادي، لكن بلاش الحاجات الشخصيه، سواء حاجات ليها علاقه بالثقافه الجنسيه، احنا مش من ثقافتنا يعني، لان احنا بنقولها غلط وبشكل مش علمي، او حاجه تانية سياسه او دين او كلام ده ولا ليها لازمه. انت اللي تقدر تتكلم فيه حاجة ممكن تجيب مشاهدة وليها ناسها برضو وليها مشاهدين وليها متابعين كتير جدا، هي الكورة والفن، يعني دول اكتر حاجتين. اتمنى ان الدنيا تتعدل عن كده، لانه الموضوع بقى مبالغ فيه قوي، وبقى ناس كتير اي حد بيطلع يتكلم، واي حد عايز يبقى مشهور، واي حد عايز يعمل فيديوهات. مشكلة في مصر الموضوع بينجح والناس دي ممكن تبقى ممثلين كمان. يعني بقول للناس الموهوبة ما تيأس وكمل، وموضوع ما بيجيش في الاول، الناس كلها اتبهدلت وانا لسه ببهدل عشان اعمل فيديوهات كويسة، ومفيش ربح من الموضوع اللي بعمله، لان المشاهدات ما بتجيبش 20 و30 مليون و10 مليون،
بس كمل وهتوصل.